ماما كيكه ماشي يا نوة النهاردة عملنا كيكة الشوكولاتة المنهارة شوكولاتة من كل النواحي دي وشكلها كده تحفة جدا الله يا ماما أنا عايزة أدقها هندقها دلوقتي كلنا ونشوف كيكة الشوكولاتة بتاعت العيد المفروض أن أنا أنزل لكم كيكة الشوكولاتة دي قبل العيد بس للأسف كنت مستنية أعمل لكم برضو الفتة ظروف ما سمحتش أن أنا أنزلها لكم قبل العيد علشان تعملوها كده وتفطروا بيها الصبح قبل ما تاكلوا بقى اللحمة والفتة والحاجات دي ويا ترى اكلتوا ايه من اكلات العيد واكتر اكلة مفضلة عندكم في العيد تحب تاكل ايه الفتة طبعا خلاص احنا مش هنعملها كل يوم هي يوم واحد بس علشان ما نزهقش منها وقبل ما نبدا بقى في اكلات العيد هقدمت لكم النهارده لانش بوكس كده لاصدقائنا اللي بحرف ايه يا ترى هنشوف دلوقتي جبت الفين وضفت فيه مايونيز وبعد كده الفراخ اللي هي حرف الفاء شطور عرفت ازاي سهلة يا ماما عملت فاهيتا بالفراخ شكلها وطعمها تحفة جدا جدا هتحبوها ولو عايزين طريقتها انا قلت مش عايزة اطول عليكم في الفيديو فما جبتش الطريقة فممكن انزلكم الطريقة بعد كده سهلة جدا ولذيذة وكمان باكلات حرف الفاء ضفت عصير الفيمتو او مشروب الفيمتو ومعاه فريرو روشيه واو تحفه اكيد اصدقائنا اللي بحرف الفاء هيفرحوا جدا باللانش بوكس ده وهنكمل زي ما قلت لكم باقي الحروف في الفيديوهات الجايه اكتبوا حروفكم واستنونا في كمان بعد العيد مفاجئات جميله جدا جدا هتعجبكم هنعمل النهارده بقى حاجه حلوه وسريعه جدا كتبتوا في التعليقات زمان ان احنا بنجيب الكوكيز ايه ده يا ماما ده احنا جايبينه متكسر اكيد اتكسر علشان دايب جدا فالطريقه ان احنا بنحط واحده كوكيز في الاول في الطبق وبعد كده بيكون عليه مارشميلو عايزة ماما المارشميلو ماشي يا نوه هديكي واحدة بس علشان هنكمل الباقي بالوصفة ماشي وضفنا المارشميلو وبعد كده بنضيف عليه كوكيز تاني وبندخله الميكروويف لمدة 30 ثانية بس أصبح شكله بالمنظر ده ايه ده يا ماما ده صح قوي وعمل زي بركان من المارشميلو ممكن نقلل الثواني يعني نخليه 15 ثانيه عملت قطعة تانية ورجعتها الميكرويف لمدة 15 ثانية يعني إلى حد ما زبطت معانا وهنقدم معاه اه حاجة كده مالحة شوية عشان تكسر الحلاوة بتاعته أنا عايزة الرنجز دي خلاص أنا هاخد شوية صغيرين وأسيب لك باقي الكيس وشايفة المارشميلو بيموت معانا شكله فظيع إزاي؟ هذا ماما له واحدة بس واحدة بس؟ شطورة انا عايزة واحدة بس؟ حاضر هجيب لك واحدة بس خدي واحدة بس وانا هاخد دي يا ماما وكده خلصنا اه تجربه المارشميلو والكوكيز ودلوقتي هنعمل بقى مع بعض كيكه الشوكولاته اه اللي من بره ومن جوه بقى شوكولاته هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف كل مقاديرها موجوده عندنا في البيت سهله جدا ممكن نعملها وممكن انتوا كمان تجربوا تعملوا كيكات بقى وخلاص اجازه وتعلموا فيها هنضرب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا ومع الزيت مع بعضهم لحد بالون يبقى فاتح كده بالشكل ده وتبقى شبه الكريم يعني قريبة كده من الكريم شانتي شوية بعد كده والخطوة المهمة واحنا بنعمل اي كيكة لازم ننخل الدقيق كذا مرة يعني كل ما ننخله يعني لو نخلناه مرتين هيدينا نتيجة احسن معاه كمان البيكنج باودر وبنضيف الكاكاو برضو معاهم الخطوة دي بتدخل هوا كويس للكيكة واحنا بنعملها وهجرب معاكم اول مرة اجرب تجربة الحليب الساخن اخدت كوب... نص كوباية من الحليب وضفت معها كده زي نص معلقة من الزبدة وهسخنها على النار لحد ما اضيف بقى الدقيق والكاكاو بالتدريج واقلبه مع البيض اللي عملناه والسكر بنقلب كده في اتجاه واحد ومن تحت لفوق كده اللبن جاهز معانا او الحليب بقى سخن معانا بنضيفه على الخليط اللي معانا هنضيفه بقى ونقلب لحد ما يبقى بالقوام ده وعند القالب غلفته بورق زبدة هنصب فيه الخليط بقى هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 آه لمدة تلت ساعة ممكن نعرف ان الكيكة استوت معانا بتدخل خلة الاسنان لو طلعت ما فيهاش اي عجين يبقى كده جاهزة معانا وكده الكيكة جاهزة معانا هنضيف لها بقى الشوكولاتة الشوكولاتة ديري ملك وملكة. والملكة كمان محشية اه جناش شوكولاتة رهيب جدا هيسيح دلوقتي ويبقى شكلها تحفة هنلاقي الشوكولاتة كده ساحت وخدت شكل الكيكة من الحرارة بتاعة الكيكة هتسيح معانا وده شكلها منهارة كده وشكلها كده تحفة جدا هنزينها بقى بالكريس واو يا ماما اتجوعتني خلاص هندوقها دلوقتي وهقدم معاها عصير دي يا ماما العطيل طب استني يا نوى نفرح بيه شوية خلاص يا نوى ماشي خديه مش هقولك لأ دلوقتي هندوق بقى الكيكة طعمها تحفة قوي قوي مع الشوكولاتة دي انا هدقها يلا قولي لنا رايك فيها خرافه يا ماما جميله قوي عجبتني هديها لايك هديها عشرين من عشرين كويس ان هي عجبتك ويا رب تعجب اصدقائنا كده نكون خلصنا وصفاتنا النهارده استنونا في اكلات جديده وصفات جديده بنحبكم جدا ما تنسوش اللايك باي 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 باي